كابتن ناصر ما ينفعش تكون موجود معانا وما نسألكش عن الأخطاء التحكيمية اللي ظهرت من الجولة الأولى، أخطاء فجة، أخطاء فيها احتواء، أخطاء فيها مجاملة، أخطاء غيرت نتيجة مباريات في الجولة الأولى. عندنا بعض الحالات يا كابتن أسامة هنحللها ونشوف هل كان قرارات التحكيم كانت صحيحة ولا لأ من خلال ثلاث ركلات جزاء اتحسبوا امبارح. نشوف أول حالة معانا ونشوف محمد عادل هنا في الحالة ديت. هنا الحالة الأولى احتسب محمد عادل ركلة جزاء لصالح لاعب البنك الأهلي. شوف دايما بنقول المهاجم طالما دخل وخد المدافع في دوره كابتن محسن أي زقة أو أي دفع تلابس. خلاص هنا اللاعب خد ركلة جزاء بالراحة من الحكم. هنا لاعب البنك دخل وحط جسمه، وهنا نشوف لاعب الزمالك هنا دخل وفي دفع موجود. احتسب الحكم محمد عادل ركله جزاء صحيحه للبنك الاهلي، مفيش فيها اي مشكله كابتن اسامه. دي كانت اول حاله ركله جزاء على نادي الزمالك، وانا شايف ان هنا كان قرار صحيح من محمد عادل في احتساب هذه الحاله. تمام. نروح للحاله اللي بعد كده، وهنا البعض اتكلم على حاجه مهمه جدا جدا. يمكن انتوا تشاركوني الراي النهارده هذه الحاله. الحاله دي يا كابتن المهاجم هنا نجح في لعب الكوره. المهاجم نجح في لعب الكره وزق الكره. عاده الحارس لما بيطلع بايديه حاجه من الاثنين، يا ياخد الكره يا ياخد رجل اللاعب. يعني لو ما نجحش في لعب الكره يا كابتن عماد برجليه بتبقى رايحه على رجل اللاعب. السؤال هنا هو مين راح لمين؟ مين اللي راح لمين؟ انا كمهاجم مسيطر على الكره نجحت في لعبها ورايح في سكتي عشان اجيب هدف. هنا حارس المرمى اللي راح للاعب المهاجم، راح ليه؟ عشان يلعب. ما نجحش في لعب الكره، حصل ايه؟ حصلت اعاقه من تحت بالايد. الراجل حسب ركله جزاء صحيحه. البعض يقول لك ده اللاعب المهاجم داس على رقديه. لا، انا سؤال يا كابتن عماد، سؤال انا هنا مين اللي راح لمين؟ ده السؤال. حارس راح للمهاجم، المهاجم نجح في لعب الكره، عنده امكانيه يجيب هدف، الحارس هو اللي راح عشان يلعب ما نجحش في لعب الكره، وبالتالي هنا الاعاقه كانت موجوده بالايد. ركله جزاء تاني صحيحه احتساب محمد عادل. لحد دلوقتي دقيقه 96 محمد عادل كان ماشي يا كابتن عماد كابتن محسن بمباراه 10 على 10. نيجي للحاله دي، ودي حاله الاختلاف اللي حصل فيها احتساب ركله جزاء لصالح نادي الزمالك واستدعاء من الفار كابتن اسامه. لو هرجع للقطه اللي جايه ديت ومفهوم التحكيم الحديث، بص اللقطه من اولها يا كابتن. يعني دي لقطه مهمه جدا جدا جدا. شوف هنا طريقه الدخول هنا بالرجل دي مش كوره، مش لعب كوره يا كابتن محسن. يعني هذه الوضعيه اللاعب هنا ده مش لعب كوره، ده هنا اسمه اللعب بطريقه خطر، مما يؤدي الى ان اللاعب المنافس ممكن يحصل له مشكله او اللاعب ذات نفسه يحصل له مشكله. بهذا الاسلوب انا كمدافع يا كابتن عماد كنت مدافع، حضرتك بهذه الوضعيه انت بتعمل ايه؟ بحمي نفسي. بتحمي نفسك، بتكش وبتحمي نفسك وبتوطي، ما اقدرش اخش اتنافس مع اللاعب وهو بالاسلوب ده. ده اللي حصل. تحليل اللعبه، انا بتكلم تحليل يعني ايه فني وتحليل تحكيمي. انا كلاعب مدافع ما اقدرش اشارك، فكشيت واديت ظهري للكره عشان خاطر الرجل ما تجيش في وشي. الراجل ده لما لف في حاجه اسمها ايه؟ حركه الجسم، الايد بتاعتي، كل دي معايير انا بحسب عليها المخالفه. كره ارتطمت بالارض ثم راحت في الايد يا كابتن، اللي هي الايد ايه؟ الايد اللي هي انا بعتبر الايد مبرره. ليه مبرره؟ لان اللاعب لما كش لف بجسمه والايد كانت مبرره، ما كانش يجب احتساب ركله جزاء. هنا محمد عادل اشار باستمرار اللعب. خلي بالك الحاله دي في الدقيقه 96 النتيجه كانت 2-2 يا كابتن عماد. اللي جابه حكم الفار. هنا جاب الحكم الفار. انا النهارده ومحمد سلامه حكم كبير، حكم كبير. انا النهارده الراجل احتسب مخالفه هنا محمد عادل على اللاعب الزمالك. يعني هنا المخالفه تم حسابها على مين؟ على لاعب الزمالك. الزمالك. كابتن محمد عادل حسبها مخالفه على لاعب زمالك اللي هو رافع رجليه. خلاص. انا كحكم فار بهذا الشكل ادعم قرار الحكم، اعمل سبورت ليه، لان فعلا في مخالفه. حصل استدعاء من الحكم الفار، راح محمد عادل لما شاف رجع وحسب ركله جزاء. انا شايف ان هي ركله جزاء غير صحيحه يا كابتن عماد، وانا قلت المعايير بتاعتي ايه هي. ان اللاعب عندما رفع اللاعب المنافس رجله هو كش ولف، الايد مبرره، لا توجد مخالفه لمس الكره بالايد. وادي اول ثلاث نقاط بالظبط. تمام بالزبط. انا بس عايز اخد رايك سريعا كابتن ناصر عشان وقتنا. الاهلي النهارده بيطالب اتحاد الكره بسرعه اسناد منظومه التحكيم الى خبير اجنبي، رايك؟ بص يا كابتن اسامه، خلينا نقول النادي الاهلي وقف مع التحكيم في مباراه الصبر. وكان ليه دور كبير جدا جدا، وما اتكلمش عشان خاطر انا موجود في قناه الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي النهارده وقف ودعم وقال انا معاكم
في التحكيم ما عنديش اي مشكله خالص. والناس راحت، امين عمر عمل مباراه جميله جدا جدا لكابتن جيلبرتو، افضل مباراه لامين عمر في حياته، وكانت اصعب مباراه، اصعب من المباريات الخارجيه، وعمل مباراه كبيره وجميله جدا. اذا النادي الاهلي النهارده بيدعم التحكيم، لما يحصل النهارده يبقى في بعض الاحداث التحكيميه في بدايه الدوري، لا النهارده كل واحد بيدور على مصلحته. فالنهارده انا شايف ان الفتره الاخيره اللجنه مش احسن حاجه، في امور كتيره جدا جدا لكابتن اسامه كان يجب، انا بتكلم من الناحيه الاداريه، ما ينفعش ابدا اللجنه تدار بثلاث اعضاء، اللجنه تدار بواحد بس مش بثلاثه، اللجنه تدار برئيس لجنه الحكام هو اللي ياخذ القرارات، معاه لجنه بتساعده، انما النهارده اللجنه تدار بثلاث اعضاء، كل واحد ليه راي، كل واحد ليه فكر، بيختلفوا، بيحصل اللي حصل في الجوله الاولى. نتمنى على فكره عندنا رموز في التحكيم كويسين جدا جدا كابتن اسامه، في ناس عندها امكانيه وعندها فنيات كويسه، وعندنا رموز كبار يقدروا يديروا التحكيم، ولكن المشكله عندنا مش مشكله فنيه اكتر من هي مشكله تنظيميه، مشكله اداريه، مشكله عدم المجاملات، لان ده بيحصل كتير جدا جدا خاصه في الجوله الاولى. تمام، شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا ونورتنا وامتعتنا كالعاده. شكرا كابتن اسامه.